أيها السادة الكرام، شكرنا إلى جميع قراء جمهورية مصر العربية الذين حضروا ليؤدوا واجب العزاء في الراحلة الكريمة، وإلى السادة العلماء، وإلى جميع مصوري الحفلات القرآنية ومهندسي الإذاعات المحلية وأصحاب كبرى قصور الضيافة بأنحاء جمهورية مصر العربية. أيها السادة الكرام، يطيب لنا اللقاء الآن أن نبقى مع فاصل من الابتهالات يقدمه لنا فريق منشدي مصر، والذي شرفنا به عبر إذاعات أو عبر قنوات NBC، والذي نال إعجاب الكثير. الآن يقدم لنا هذا الفصل. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بدر على عرش الجمال تربع، بدر على عرش الجمال تربع. بدر على عرش بدر على عرش الجمال تربع. بدر على عرش الجمال الجمال تربع. بدر على عرش الجمال، بدر على عرش الجمال تربع. No.
فنفروا قادة عن العيون فنفروا قادة عن العيون ولو بدر على عرش الجمال بدر على عرش الجمال الله الله يا حسين بدر على بدر على عرش عشان خاطر رئيس الوزير الكريم العظيم وستنا السيدة زينب بدر على عرش الجمال على عرش الجمال على عرش بدر على عرش الجمال لتربى بدر على عرش الجمال لتربى بدر على عرش الجمال بدر 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 على عرش الجمال لتربع حبيبي سيدنا النبي حبيبي سيدنا النبي اشفع للحبيبة والنبي اشفع للفقيدة وحياتك عندي سلام عليك يا أم الرجال سلام سلام عليك يا زهر الغصون سلام سلام عليك يا نور عيني سلام تبكي العيون
صهد الدنيا المعو فبإذن من رفع السماء بلا ومن روح يضل يا للجنان سترفع أرى الأرض ضاقت وضاق فضائي وزاد أهليلي وزاد أهليلي وزاد أهليلي وضاع رجائي أقول وداعا أقول وداعا أقول وداعا وداعا لأمي وداعا لأمي بقلب حزين بدار الفناء أرى وجهها أرى وجهها مثل شمس تغيب ويا طول ليلي وطول مسائي فما عدت يوما أراها صباحا فما عدت يوما أراها صباحا فما عدت يوما أراها صباحا ترطب قلبي بخير دعاء وألقي بشوقي وحبي إليها كشوق الزروع لقطر السماء وألقي بهمي وحزني أشتاق طعاما كان لقلبي وروحي شفاء أقول وداعا وداعا لأمي أقول وداعا وداعا لأمي فكم أرضعتني وكم ألبستني ثياب التقى وثوب الحياة
وداع وداع سيأتي اللقاء وداع وداع سيأتي اللقاء فراق العين للأحباب غالي طول الليالي ولو بيدي سأهديهم حياتي وأفديهم بروحي بل ومالي فكيف إذا رأيت من يدها طعمت وكم سقتني حنانا فاق عن عمي وخالي وداعا وداعا في اللقاء وداعا سيأتي اللقاء سيأتي اللقاء ونبقى سويا في دار الهنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا والطف بنا يا والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير
بذكر سيدنا محمد تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب نبي كامل الأوصاف نبي كامل الأوصاف نبي كامل الأوصاف نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له الحبيب نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له الحبيب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. فريق منشدي مصر وكان برفقتهم فضيلة مولانا الشيخ عبد اللطيف العزب وهبان والذي عزف على أوتار القلوب فدمع من كلماته العيون في كلماته الرقراقة التي تحدث فيها عن فراق الأم ولذلك صدق قول نبينا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه حينما أوصى بالأم ثلاثا لأنها هي التي حملت وتعبت وأرضعت وربت سلام الله على كل أم أنجبت وربت وخرجت أبناء صالحين لمجتمعنا وحفظ الله مصر بشعبها وقيادتها وجيشها. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام.